الأغلبية ديال القتلة كيقتلوا لثلاثة ديال الأسباب، يا إما الخوف من شي شخص أو من نظرة ديال المجتمع بحال جرائم الشرف، أو كيقتلوا بسبب الانتقام وهذه باينة، أو بسبب الشهرة. وأخبث نوع في هاد الثلاثة هو اللي كيقتل باش يتشهر ويبان واعر. أنا ما كنقولش بلي دوك جوج نوع الأخرين حسن، ولكن أخبث نوع بيناتهم هو ديال الشهرة. القصة ديال اليوم كتهضر على واحد الشخص اللي ما دار حتى شي غلط، ولكن كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ مع مختل اللي عطشان الشهرة. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة توكي ستوريز. الناس جداد اللي اول مرة كيجيو لهاد القناة، الا كنتو من عشاق القصص الواقعية فهاد القناة دارت ليكم. كنحط ثلاثة ديال القصص طوال السيمانة كل اثنين وخميس وسبت. الا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبطبيعة الحال وكتشجيع منكم ما تنساو لي زي الاعجاب. ودابا الا كنتو مستعدين يلا نبداو. الاحداث ديال القصه ديال اليوم غادي يديونا لانجلند وبالضبط لمانشستر في 2011. واحد الدري في عمره 23 عام سميتو انوج بيدفي من الهند كان جمع الباليزه ديالو، سلم على عائلته وشد الطياره لانجلند وبالضبط لواحد المدينه سميتها لانكاستر باش يكمل القرايه ديالو. تزاد انوج في 18 يوليوز 1988 في بوني في الهند. على حسب ما عارفين كبر في عائله زوينه، كانوا عنده والديه اللي كيبغيوه وكانت عنده اخته وحده كبر منه. الطفوله ديالو كانت عادية جدا بحال كاع الناس. انوج كان تلميذ ممتاز، كان كيقرا مزيان وديما من الاوائل في المواد كاملين، حتى حاجه ما كتصعب عليه. واي حاجه من صحابه ما فهمش شي حاجه في شي ماده كيمشي ضروري لعندو يفهمها ليه، حيت كيكونوا عارفين ومتيقنين انه كيفهم كل شيء. فاش وصل الجامعه بدات كدور ليه الفكره ديال يهاجر من الهند ويمشي يكمل القرايه ديالو في شي دوله اجنبيه، ومنها نيت يتعرف على ناس جداد ويكتشف عالم جديد. وفاش قلب مزيان لقى ان احسن دوله يقدر يمشي ليها هي انجلند، حيت فيها جامعات مرموقه ومشهوره. فعلا طرح الفكره على والديه وحتى هما عجبتهم الفكره وشجعوه ودعموه باش يمشي. وفي 2011 ومن بعد ما خدا لا ليسونس في الجامعه ديال الهند اللي كان كيقرا فيها، بدا كيقلب على شي جامعه في انجلند باش يمشي يكمل فيها الماستر. وفي الاخر لقى واحد الجامعه في مدينه لانكاستر اللي فيها التخصص بالضبط اللي باغي، واللي كان تخصص المايكرو الكترونيكس. غيدفع عليهم مباشره قبلوه، واصلا شكون ما غاديش يقبل طالب مجتهد بامتياز بحال انوج. وفي سبتمبر ديال عام 2011 فاش كانت عنده 23 عام صافي جمع الباليزه ديالو وسلم على عائلته وشد الطياره لمدينه لانكاستر. الهدف ديالو كان هو يكمل القرايه ديالو ويدير مستقبل زوين اللي كيحلم به انوج. ومباشره من بعد ما بدا القرايه في الجامعه دغيا دار بلاصتو تما، كان تلاقى مع بزاف ديال الطلاب اللي حتى هما جاو من الهند ولاو اصدقاء قراب، كيخرجوا كاملين كيسافروا كاملين، اي حاجه كيديروها مجموعين. وخلاص بقى متفوق في القرايه ديالو وبالشهاده ديال الاساتذه ديال جامعه لانكاستر. كانوا قالوا ان انوج من اكثر الطلاب اجتهادا وتفوقا اللي دازوا عندهم في المسيره المهنيه ديالهم كامله. المهم باختصار الدري كان كيقرا مزيان، كان مستمتع بحياته تما، مستمتع مع صحابه، كيدوز معهم وقت زوين، واهم حاجه كان ديما على تواصل مع والديه، يعني اموره كلها كانت غدا بخير. ولكن وللاسف غيتحط في طريقه شخص مريض ومختل وغيسلب منه هادشي كامل وهاد الحياه كلها اللي كان عايش. وصل الاخر ديال ديسمبر عام 2011، انوج وصحابو اللي من الهند نورمالمون كان خاصهم يرجعوا للهند باش يدوزوا العطله ديال راس العام مع والديهم، ولكن وحيت كانوا غير طلبه فما كانوش عندهم الفلوس الكافيين اللي يكفيهم يمشيو حتى للهند يدوزوا غير شي ايام ديال راس العام وعاوتاني يرجعوا لانجلند، خصوصا وان في راس العام التيكي كيكون غالي بزاف حيت كلشي كيسافر. في الاخر قرروا كاملين يجلسوا في انجلند مجموعين ويحتفلوا مع بعضياتهم براس العام. كانوا قالوا الا ما قدرناش نمشيو للهند فما ماشي مشكل، نقدروا نجلسوا هنا ونديروا جو زوين ونستمتعوا مع بعضياتنا ونصنعوا ذكريات اللي غادي نعقلوا عليهم ديما. فعلا داكشي اللي داروا. في النهار ديال الكريسماس فاقوا في الصباح بكري وشدوا التران لمدينه مانشستر باش يدوزوا تما النهار كله، ولا غد ليه عاد يرجعوا بحالهم. انوج كان متحمس بزاف لذاك النهار، كان باغي يدوز وقت زوين وكان داير في باله يشري شحال من حاجه لراسو لخته ولوالديه، وحتى صحابه كلهم كانوا باغيين يشريو من تما الهدايا للعائلات ديالهم. المهم
مشاو ودوزوا نهار زوين مع بعضياتهم وخداو بزاف ديال التصاور باش يبقاو ديما يتفكروا داك النهار. فاش وصل الليل وبالضبط الوحده ديال الليل كان خاصهم يرجعوا للوطيل باش ينعسوا باش عاوتاني لغد ليه في الصباح يشدوا الطريق للانكاستر فين كاينه الجامعه. ولكن فاش شافوا الدنيا مازال عامره والناس مازالين كيحتفلوا قالوا علاش غادي ننعسوا ونضيعوا الوقت في النعاس ونخليوا هذا الجو الزوين اللي ما غاديش يتعاود. في الاخر قرروا انهم ما ينعسوش ويمشيو كيدوروا في دوك لي ماغازان اللي مازالين حالين وفي دوك الشوارع كاملين ديال مانشستر. مع ديك الوحده ونص بالضبط كان انوج وصحابو غاديين في واحد الشارع سميتو اوتزل وكان خاوي شويه. كانوا متبعين الطريق في التليفون ديال واحد فيهم حيت كانوا كيقلبوا على شي بلاصه تما نيت في المدينه باغيين يمشيو ليها. وهما غاديين لاحظوا باللي في الجهه الاخرى ديال الشانطي كانوا جايين واحد جوج دراري كانوا جايين من الجهه الاخرى اللي غاديين ليها. في الاول الجروب ديال انوج ما تسوقوش ليهم، دراري بحالنا بحالهم غير كيتمشاو وصافي. حتى الشوفه ما شافوهاش فيهم، طلعوا فيهم العينين المره الاولى وصافي كملوا كيقلبوا على الطريق ديالهم. ولكن في واحد اللحظه فاش دوك جوج دراري تقابلوا معاهم واحد منهم بدا قطع الشانطي وجايين يشال عندهم بالزربه. ديك الساعه الجروب لاحظوا ان واحد الشخص جاي جهتهم ووقفوا بداو كيشوفوا فيه شكون هو هذا وعلاش جاي جهتنا. داك السيد اللي كان جاي كان كيبان معصب وبحال الا باغي يدابز معاهم بدون سبب، يعني داك المشيه اللي كان كيديروا العلامات اللي على وجهه كيبان بحال الا معصب. ولكن وفاش وصل حداهم سولهم غير شحال الساعه، انوج جبد التليفون ديالو وقال لي هذه راه الوحده ونص. وديك الساعه وفي ديك اللحظه داك السيد وبلا ما يقول حتى شي كلمه حشى يديه في جيبه وجبد فردي وتيرى به نيشان رصاصه في الراس ديال انوج. صحابو ما فهموا والو، مازال ما استوعبوش هذا الشيء اللي كيشوفوا واقع قدامهم. مباشره من بعد ما تيرى رصاصه في الراس ديال انوج دار عند داك صاحبو اللي كان مازال في الجهه الاخرى ديال الشانطي وقال ليه بجد اهرب، وبجوج بهم بداو كيجريو. غير هكاك هذا الشيء دغيا وقع بحال الا فرمشات عين، جا جبد الفردي تيرى رصاصه وصافي قال صاحبو هربوا بداو كيهربوا. صحاب انوج بقاو مصدومين كيشوفوا في صاحبهم قدامهم طايح في الارض عنده رصاصه في الراس ديالو والدم ديالو كيخرج. مازال كيف ما قلت لكم ما استوعبوش الامر، مازالين مصدومين. ديك الساعه وغير شي ثواني قلال من مور هاد الشيء واحد منهم بحال الا فاق ودغيا جبد التليفون ديالو وبدا كيعيط على لومبيلونس. دازت 10 دقائق بالضبط وصلت لومبيلونس ولكن كان فات الفوت، انوج مات. كان في عمره يلاه 23 عام، كان ناوي يدير بزاف ديال الحوايج في حياته حتى فجاه كلشي تمحى بلا سبب بلا تفسير. ودابا البوليس المهمه ديالهم هي يلقاو شكون اللي دار هاد الشيء ويسولوه علاش. المحققين جاوا للسبيطار باش يستجوبوا صحاب انوج اللي كانوا كاملين تبعوا انوج فاش هزوه صافي الزوج ديالو وداوه للسبيطار، كانوا تبعوه لذاك السبيطار. وتما جاوا عندهم المحققين باش يسولوهم على شكون اللي دار هاد الشيء. ولكن وحيت الجريمه وقعت في مده قصيره بزاف فما قدروش يعقلوا مزيان على المجرم. المعلومات اللي عطاو كانت معلومات بسيطه بزاف بحال لابس تيشيرت غري اللون ديال البشره ديالو بيضه وفي العشرينات من عمره، ما عطاو حتى شي حاجه مفيده من غير هاد الشيء. وبالنسبه للشخص الاخر اللي كان معاه قالوا انه ما شافوش حتى وجهه كيداير حيت بقى في الجهه الاخرى ديال الشانطي اللي قالوا انه ابيض حتى هو بحال صاحبه وكان لابس جاكيطه كحله. البوليس خلاو هاد المعلومات البسيطه سريه للغايه، ما قالوها حتى شي واحد، ولكن الخبر ديال هاد الشيء اللي وقع انتشر بزاف في مانشستر بحال النار في التبن، كلشي ساق الخبر. وخلال الصحافه بداو كيهضروا وقالوا ان هاد الجريمه غالبا مرتبطه بالعنصريه حيت الضحيه زعما هندي والمجرم بيض. هاد الهضره حتى شي واحد ما اكدها، البوليس براسهم مازال ما عارفين والو، مازال ما عارفينش السبب الحقيقي اللي على حسابو تقتل انوج. وهما ديجا بداو كيهضروا وكيقولوا ان العنصريه وكذا كذا. داز 3 ايام على المقتل ديال انوج، صحابو بداو كيبوستيو في الفيسبوك عليه، كانوا كيحطوا تصاوروا كيقولوا انه كان دري مزيان ومسخوش بيه ودوزوا وقت زوين مع بعضياتهم الى اخره. راكم عارفين هاد النوع ديال البوستات. وتخيلوا معايا ان بهاد البوستات اللي كي حطوا صحابو بهم باش الوالدين ديال انوج عاد ساقوا الخبر بالموت ديال ولدهم. ما كان في خبرهم والو، حتى كيشوفوا الدراري صحاب ولدهم كيحطوا بوستات عليه على اساس تقتل ومات. في الاول ما تيقول صحابت ليهم غير كيضحكوا ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن فاش تواصلوا مع واحد من صحابو اكد ليهم الخبر ديال ان ولدهم مات. البوليس قالوا ان نورمالمون كان خاصهم هما اللي يتواصلوا مع الوالدين ديال انوج ويعلموهم بهذا الخبر، ولكن مع التحقيق والصحافه اللي كل مره كتقول حاجه جاو
والضغط تشغلوا وما قالوا والو. الوالدين ديال انوج تفهموا هاد الشيء ولكن طلبوا من المحققين باش يديروا ما في جهدهم يلقاو المجرم اللي شواهم في كبدتهم. وفعلا المحققين حلفوا حتى يشدوا هاد المجرم واخا يكون طار في السماء اولا بلعتو الارض، باي ثمن غيشدوه غيشدوه. خرجوا كيسولوا الناس كاملين اللي ساكنين في ديك الجهه واحد بواحد واش شافوا شي حاجه. طلبوا يدار تشريح الجثه باش يحللوا الرصاصه اللي تضرب بها ويعرفوا النوع ديال السلاح. استجوبوا بزاف ديال الناس في لانكاستر فين كيقرا انوج باش يعرفوا واش عنده شي اعداء وتبعوه لمانشستر وقتلوه تما. المهم داروا جهدهم كامل ولكن بدون نتيجه، ما قدروش يعرفوا او ليشدوا حتى راس الخيط اللي يقدر يوصلهم للمجرم. من بعد ما هادشي كامل ما صدقش، طاحت في بالهم واحد الفكره اخرى واللي هي يشوفوا التسجيلات ديال الكاميرات اللي كاينين في ديك المنطقه كامله. البلاصه بالضبط فين تقتل انوج ما كانت تما حتى شي كاميرا، ولكن كاينين بزاف ديال الكاميرات في بلايص الاخرين. ودابا غادي خصهم يشوفوا العشرات ديال السوايع ديال التسجيلات ديال الكاميرا باش يشوفوا الناس اللي غاديين وجايين ويشوفوا واش كاين فيهم شي واحد اللي فيه هاد المواصفات اللي وصفوا صحاب انوج. وهاد المره المجهودات ديالهم ما مشاتش غير هكاك، غير دازت 5 ايام على جريمة قدروا يشدوا 5 ديال الناس اللي كانوا في ديك المنطقة واللي فيهم نفس المواصفات. بخمسة بهم كانوا في العشرينات من عمرهم وبويض، وفيهم اللي كان لابس تيشيرت في الكري في ديك الليلة، وفيهم اللي كان لابس جاكيطة كحلة. حيت كيف ما قلت لكم قبيلة، هذاك اللي دار الجريمة يعني اللي تيرا في انوج كان لابس تيشيرت في الكري، وداك صاحبه اللي كان معاه اللي بقى في الجهة الاخرى من الشانطي كان لابس جاكيطة كحلة. المهم هاد 5 ديال الدراري كلهم داروا ليهم استجواب قاسح بزاف باش يعرفوا شكون منهم المجرم. داز يومين كامله ديال التحقيق وفي الاخر تلقوا منهم 4 ديال الناس حيت لقاو ان ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الجريمه، ولكن بقاو شادين واحد واللي كان سميتو كيرن ستيبلتون. هاد الدري لقاو عنده بزاف ديال السوابق بسبب العنف والمدابزات والمخدرات، وما كانش عنده سمعه زوينه في ديك المنطقه. وفاش شافوا في الكاميرات ديال المراقبه كان هو الشخص الوحيد اللي كان كيجري مع شي دري اخر. داك الدري اللي كان معاه ما كانش باين كاع في مره، ولكن هو وجهه بان في الكاميرات على داكشي قدروا يعرفوه. واخا هادشي كله ماشي دليل اللي كيتبت التهمه على كيرن، يعني غيخصهم يزيدوا ينبشوا في القضيه باش يلقاو شي حاجه كبر. من بعد ما قلبوا اكتشفوا ان لغد ليه وشم واحد القطره ديال الدمعه حدا عينيه. هاد القضيه مشهوره عند الناس ديال العصابات واللي هي فاش شي واحد كيقتل شي واحد اخر كيشم دمعه حدا عينيه، وشحال ما زاد قتل كيزيد يشم الدموع. كيرن مادام وشم دمعه لغد ليه من مول الجريمه يعني انوج كان هو اول ضحيه ديالو. ومن غير هذا الشيء لقاو ان في داك النهار ومباشره من مول الجريمه شد غرفه في واحد لوطيل اللي قريب بزاف للبلاصه اللي تقتل فيها انوج. يعني على طول التحقيق وعلى طول ديك الروينه اللي وقعت تما والناس اللي تجمعوا كان هو كيطل من الغرفه ديالو كيشوف هذا الشيء كامل. فشي مجرم كيدير هذا الشيء يعني كيرجع لمسرح الجريمه باش يشوف اشنو كاين واشنو كيطرى، معنيتها كيستمتع ومفتخر بداك الشيء اللي دار. هادو كانوا ادله كافيه كتبت التهمه على كيرن، ولكن باقي خاصهم شي حاجه اكثر. اعتراف مثلا، هو يعترف بداكشي اللي دار، وباقي خاصهم يشدوا الدري اللي كان معاه في ديك الليله حيت كيف ما قلت لكم ما كانش بوحدو. المهمه ديال يشدوا هاد الدري كانت اسهل حاجه حيت غير مشاو عند كيرن وراو التسجيلات ديال الكاميرا ديال ديك الليله فاش كان كيجريو معاه داك الدري وسولوه شكون هو هذا اللي معاك. ببساطه جاوبهم قال لهم اه هذاك صاحبي سميتو رايان هاردفور. المحققين مشاو نيشا للدار ديال هاد رايان ودقوا، وغير حل عليهم وشافهم اللون ديال وجهه تبدل وبدا كيترعد. العلامات ديال الخوف والتوتر دغيا بانوا عليه لدرجه ما قدرش حتى يهضر. فاش بداو كيهضروا معاه وكيحققوا معاه لقاو انه ما كانش خايف من البوليس وانما كان خايف من صاحبه كيرن. قال لهم ما غادي نقدر نقول لكم والو حيت الا مشيت حتى هضرت كيرن غادي ينتقم مني وغادي يصيفط ليا المعارف ديالو ياديوني وياديو حتى العائله ديالي. البوليس هنا ما عرفوش واش رايان كيدير هاد الشيء بالعاني باش يخرج من باب واسع وباش يبين انه ما دار والو ما عنده حتى شي علاقه بالجريمه، اولا بصح ما دار والو وخايف من صاحبه. ما دازش بزاف وغير بشويه ديال التحقيق عرفوا ان فعلا ما كيكذبش وفعلا خايف من صاحبه. ديك الساعه المحققين اكدوا له انهم غادي يحميوه وما غيخليوه حتى شي واحد اللي غيقيسو لا هو لا العائله ديالو. وفي الاخر فاش حس شويه بالامان قرر انه يعاود لهم كل شيء من أ حتى لزاد.
قال لهم بلي كيرن وغير مؤخرا تفارق مع صاحبته اللي كان كيبغيها بزاف، ومن مور الفراق جرات عليه من دارها حيث كان ساكن معاها، وهذا الشيء حطمه وسعره لدرجه كبيره. كان معصب من صاحبته وكان كيخرج الاعصاب ديالو في الناس اللي دايرين به. وفوقتاش زاد سعر اكثر هو فاش اكتشف ان على طول ديك المده فاش كان في علاقه مع صاحبته كانت كتخونه، وما اكتشف هذا الشيء حتى تفارقوا. وفي داك النهار اللي اكتشف هذا الشيء كان اللي تلاقى معاه كيقول لي الا عرفت شكون هو 100% مي غنقتلو. رايان قال ان في ديك الليله ديال الكريسماس جا عنده كيرن للدار وكان معصب ودمه كيغلي، قال ليه يلا نخرجوا، وحيت كيخاف منه ما غيقدرش يقول ليه لا، وفعلا خرجوا. شويه وهما غاديين في واحد الشارع شافوا انوش وصحابو كيتمشاو داخلين سوق راسهم كيضحكوا ناشطين، وكانت باينه فيهم ماشي من مانشستر حيت كانوا هازين التليفون وكيتبعوا الطريق فيه. رايان قال بلي فاش شافهم كيرن دار عنده قال ليه جلس هنا انا جاي، ومشى قطع الطريق وبقى غادي لعند هم. قال انه ما سمع والو، ما سمع شنو كيقول، ولكن بان ليه من الجهه الاخرى ديال الشانطي بلي دار ليهم بحال هكا، يعني بحال سولهم على الساعه. ومن بعد غير شي ثواني وفرمشات عين جبد الفردي ديالو وتير رصاصه في الراس ديال واحد فيهم ودار عندي وغوت، قال لي هرب وبدينا كنجريو. قال ليهم كنت خايف بزاف وما عرفت شنو غندير، بديت غير كنجري وهو كيجري من مورايا وما حبسنا حتى وصلنا للدار اللي كنسكن فيها. هذه هي القصه اللي عاود رايان، وفاش سالا شدوا هذا الشيء كامل ومشاو عند كيرن وواجهوه به. قالوا لي حنا عارفين كلشي داكشي اللي وقع، غير اعترف حتى انت وقول لنا الحقيقه. قال لهم صافي واخا غنعاود لكم داكشي اللي كاين، وبدا عاوتاني حتى هو كيعاود نفس داكشي اللي قال رايان بالتفصيل. والمشكل هو كيعاود كان مفتخر وعاجبو الحال بحال الا زعما داير شي انجاز. في 6 يناير 2012 بدات المحاكمه ديال كيرن، وفاش دخل المحكمه وطلبوا منه باش يوقف ويعرف راسه نادو قال سميتي كيرن سايكو سكيبلتون، قال ديك انا سايكو بس زعما يبان واعر والحموضه والكريم. في نفس الوقت الوالدين ديال انوش في الهند كانوا محطمين بالموت ديال ولدهم، وعاد من الفوق باقي ما خداوش الجثه ديالو. في الثقافه ديال الهندوس كيحرقوا الموتى ديالهم قبل ما كدوز 24 ساعه على الموت، ولكن في الحاله ديال انوش داز تقريبا جوج ديال السيمانات ومازال ما قادينش يديروا لولدهم حتى جنازه مقاده، وهذا الشيء زاد حطمهم كثر. هما تفهموا ان المحققين مازالين محتاجين الجثه ديال ولدهم في التحقيق، ولكن واخا هكا كانوا كيتمنوا كون قدروا يشدوه قبل. الناس ديال مانشستر حتى هما بقى فيهم الحال بزاف على الموت ديال هاد الدري اللي باقي صغير واللي ما دار والو وترزف حياته. ومن الفوق والدي ساقوا الخبر الموت ديالو غير من الفيسبوك، وهذه شي حاجه اللي صعيبه بزاف على اي والدين في هاد العالم، باش يبينوا ليهم باللي بقى فيهم الحال بزاف وباللي حاسين بهم وبالالم اللي في قلوبهم. في 7 يناير تجمعوا بزاف ديال الناس في البلاصه اللي تقتل فيها انوش، وجابوا الورد الشمع وكتبوا رسائل كيعتذروا على داكشي اللي وقع ليه وكيتمنى ولو في الاخرى حياه حسن. والدي فسقوا الخبر لهذا الشيء اللي دايرين الناس في مانشستر على قبل ولدهم ارتاحوا بزاف وعرفوا ان الناس واقفين معاهم في المحنه اللي كيعانيوا منها وانهم ماشي بوحدهم. في النهار اللي من مور هاد الذكرى اللي داروا الناس في مانشستر لانوش، والدي في الهند شدوا الطياره لهاد البلاصه، كانوا جايين باش يزوروا هاد التذكار اللي دار على قبل ولدهم وباش ياخذوا الجثه ديالو يرجعوها للهند يديروا ليه جنازه. من بعد ما وصلوا مباشره مشاو لديك البلاصه ديال التذكار فين حطوا الورد والرسائل الى اخره، وغي وصلوا تما بداو كيقراو الرسائل اللي كتبوا الناس. الوالدين ديال انوش تاثروا بزاف بالحب والوقفه ديال الناس، واخا داكشي ما غاديش يرد ليهم ولدهم ولكن عاونهم لواحد الدرجه كبيره وحسهم بالحب والامان اللي مازال في القلوب ديال الناس. وحده من دوك الوراق اللي قراو كان مكتوب فيها ارقد بسلام انوج، عكس المجرم اللي قتلك غادي تعفن في جهنم. داز يومين وفاش كملوا الاجراءات كامله اللي كان خاصهم يكملوا عطاوهم ديك الساعه الجثه ديال ولدهم وصافي رجعوها للهند. فاش وصلوا لقاو بزاف ديال الناس اللي كانوا كيتسناوهم في المطار ديال الهند، فاش كنقول بزاف راه بزاف ديال الناس. خداو الجثه ديال انوج وغطاوه كامل بالورد وبداو كيدوروا به في الشوارع ديال المدينه، ما كاينش اللي ما ساقش الخبر لهذا الشيء اللي وقع، وكلشي ناض باش يعزيو وباش يوقف مع العائله ديالو. نرجعوا دابا لهاد القدم. في المحاكمه ديالو بقى عليهم تما بالفهمات وقال لهم غير صيفطوني للحبس انا باغيه، ما كرهتش تحكموا عليا ب 65 عام. ما كانتش فيه الذره ديال الندم على داكشي اللي دار، بالعكس كان مفتخر وغير كيفرنس تما وكيضحك وكل مره كيلوح ليهم فهامه، كان كيصحاب لي راسو زعما راه كيبان شي حاجه وكيبان واعر، ورا العكس راه كيبان مبرهش ومناضج. في الاخر حكم عليه القاضي بالمؤبد وغادي يدوز حياته كامله في الحبس، ودابا عنده الوقت الكافي باش يفكر مزيان في هاد الشيء اللي دار. كانت هذه هي القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر، ما تنساوش تدعموني بزاف الاعجاب، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تلاو.